بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها. الخوف من الله جل وعلا من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون، أي خائفون. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: فإياي فارهبون، أي خافون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. فيجب على المسلم أن يخاف الله ويحذر الشرك والمعاصي ويحافظ على الواجبات. اللهم وفقنا لطاعتك والخشية منك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام أنهم قالوا له: إن نقول، أي ما نقول، إلا اعتراك، أي أصابك بعض آلهتنا بسوء. يخوفون هود عليه السلام من آلهتهم الباطلة. قال هود عليه السلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. تبرأ من جميع المعبودات الباطلة واعتمد على الله وحده لا شريك له. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. فغير الله لا يملك شيئا. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا إله إلا الله. الثاني، القسم الثاني من أقسام الخوف، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. لا تخف من الناس وتترك ما أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يكفينا الله، لا نخاف من معبوداتكم الباطلة. الذين قال لهم الناس
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يخوف المشركين من الأوثان. وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: ربي، خشية الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. الله أكبر. فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ابتغاء وجه الله. قال المعلق رواه ابن ماجه رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ: لا يحقر أحدكم نفسه، لا يحتقر الإنسان نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمراً لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، أن يرى المنكر ولا ينكره، فيقول الله يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس، فإياي كنت أحق أن تخشى. ذكره ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالرفق واللين ولا يخاف الناس. قال المعلق: حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه رحمهم الله والحسن بن علي الجوهري رحمه الله في فوائد منتقاه، وكذا الحميدي رحمه الله في مسنده، وابن عساكر رحمه الله عن عبد الله بن عبد الرحمن أن نهاراً رجلاً من عبد القيس كان يسكن في بني النجار وكان يذكره بفضل وصلاح، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيقول الله يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس، فإياي كنت أحق أن تخشى. فعلينا أن نتقي الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالرفق ولا نخشى إلا الله جل جلاله. الثالث، القسم الثالث من أقسام الخوف، الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، خرج من آل فرعون خائفا يترقب، يعني خوفا من بطش فرعون. ومعنى قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، الشيطان يخوف المسلمين من الشياطين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم،
فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه. فعلينا أن نخلص العبادة لله، فلا نخاف إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله، أي من كيد الشيطان، أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، يخوف المؤمنين من الشياطين ومن المشركين، لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين رحمهم الله: يخوفهم بأوليائه، أي يخوفوا المسلمين بالمشركين وبالشياطين. قال قتادة رحمه الله: يعظمهم في صدوركم. فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. لا يخاف إلا الله جل جلاله. قوله وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون سواه. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فعمل المشرك حابط لا يقبل، فالشرك محبط للأعمال. والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقوله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، عمل المشرك كالرماد الذي تطيره الريح، فلا يجد له أثرا، لأن الشرك محبط للأعمال. فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر الناس عن الشرك، فلا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نذبح إلا لله، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وما كان كذلك فالعدم خير منه، إذا كان العمل باطل لا خير فيه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية رحمه الله: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. فلا نخشى إلا الله جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله: الخوف
عبودية القلب، الخوف من العبادات القلبية، فالقلب لا يخاف إلا الله، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب، كل هذه عبادات لله عز وجل لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أولئك هم المهتدون، أي الذين وصفهم الله وكل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني الله عز وجل إذا قال عسى فهو أمر محقق، وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف. وعلى كل، المحافظة على الصلاة مع الجماعة من علامات الإيمان، اللهم حقق الإيمان في قلوبنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، يعني أهل النفاق نعوذ بالله، إنهم إذا جاءتهم محنة أي ابتلاء وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام عياذا بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني فتنة أن يرتد، فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله نعوذ بالله من الكفر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس إذا أرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأطاعهم عاداه أعداؤه، أي عاداه الكفار، عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الأمن في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى في الألم الدائم، والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها أي على المنكر، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل أي نزل
بين قوم الفجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. قال المعلق رواه الترمذي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يرضي الله ولا يبالي بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، الله يحفظه. ومن أرضى الناس بسخط الله، أرضى الناس ووفقهم، لم يغنوا عنه من الله شيئا وسينتقم الله منه. فعلينا أن نرضي الله ولا نبالي بسخط الناس، فالناس لا يملكون شيئا، فمن هداه الله وألهمه رشدا ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، كما كانت للرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي ينال به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. المنافق إذا أوذي آذاه الناس يرتد نعوذ بالله. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب. وهذا المنافق لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن أي خسر كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، كالذي خاف من النار، خاف من الحرارة ورمى نفسه بالنار، فهذا خاف من عذاب الناس وكفر ووقع في عذاب الله تعالى، وفر من ألم ساعة إلى الأبد أي في نار جهنم بسبب الكفر. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال المنافق: إني كنت معكم، والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق، نعوذ بالله من النفاق وأهله. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية. المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والكرامية الذين يقولون الإيمان هو القول ولو لم يعمل، فهؤلاء ضلوا. الجهمية يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وكذبوا، والكرامية يقولون الإيمان هو القول ولو لم يعتقد ولو لم يعمل وضلوا والعياذ بالله. ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا رضي الله عنهم،
والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق، لا توافق أهل الباطل، قل الحق والزم الحق ولا توافق على الباطل. فالمداهنة الموافقة على الباطل، والمعصوم من عصمه الله، اللهم احفظنا من كل سوء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي رحمهم الله، وأعله بمحمد بن مروان السدي، يعني فيه راو ضعيف وقال ضعيف، وفيه أيضا عطية العوفي وهو ضعيف، ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين. ومعنى الحديث صحيح أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، الله هو الرزاق، ولا تذمهم على ما لم يعطك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط لله. قوله: إن من ضعف اليقين، الضعف بضم يضم ويحرك، ضعف وضعف ضد القوة، ضعف ككرم ونصر ضعفا وضعفة وضعافية، وهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف ضعفاء وضعف وضعفا، أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن. فنهى: فهي ضعيفة وضعوف. اليقين كمال الإيمان، اللهم ارزقنا اليقين بك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، التصديق واليقين، والصبر نصف الإيمان. رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاً رحمهم الله. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق. الإيمان بالقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى أن الله تعالى علم جميع الأشياء في الأزل، الله علم كل شيء في الأزل. المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة أن كل شيء خلقه الله، لا خالق غيره، الله خالق كل شيء جل جلاله، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك،
أي لم يكن ليفوتك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال المعلق: صحيح، رواه الحاكم بنحوه، وأبو نعيم في الحلية رحمهم الله. قوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر، تؤثر رضاهم، تؤثر رضاهم على رضا الله، تقدم رضا الناس على رضا الله، وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجب له، بما يجب له سخطه، سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك أن ترضي الناس بما يسخط الله، فلا ترضي الناس بما يسخط الله، لأنه آثر أي قدم رضا المخلوق على رضا الله جل وعلا، وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات الصفات، من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله، وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده من ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق، اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم. إذا أحسن أحد إليك تنسى الله وتثني على هذا الذي أعطاك، فلا تحمد أحد على رزق الله، فإنما أدعو له بخير، ولكن اعلم أن هذا الرزق من الله جعله بيده. وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمراً قيض له أسبابه. ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذا أحسن إليك محسن ادعو له بخير وكافئه، ولكن لا تنسى الله، اعلم أن الله هو الذي رزقك. قال: لأن شكرهم إنما هو الدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، وتعلم أن الرزق من الله جل جلاله. لحديث: ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال المعلق: رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله بإسناد صحيح. فإضافة الصنيعة أي إضافة الإحسان إليهم لكونهم صاروا سبباً في إيصال المعروف إليك، ولكن تحمد الله، والذي قدره وساقه هو الله وحده. قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا طلبت من إنسان شيئا ولم يعطك لا تذمه، لأن المانع والمعطي هو الله جل جلاله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لك أي الله لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقاً على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي
صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاءً لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم وهو المحمود، ومن ذمه الله ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم وهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم وهو مذموم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شيء، هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حمدي زين، أن إذا مدحت مدحي كويس، وإذا ذممت فذمي سيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله، الله هو الذي حمده زين وذمه شيء، وأما أنت ليس بشيء. قال: الحديث حسن، رواه أحمد والترمذي رحمهم الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه رحمه الله. قال المعلق: حديث صحيح. هذا الحديث رواه ابن حبان رحمه الله بهذا اللفظ، ورواه الترمذي رحمه الله عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. ورواه أبو نعيم في الحلية
رحمه الله. فعلى المسلم أن يلتمس رضا الله ولا يبالي بسخط الناس. قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، وروي أنها رفعته أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف من كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذام. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه، قد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه ندما، وأما كونه حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. فعلينا أن نرضي الله جل جلاله. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب وهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب الله جل جلاله؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. فعلينا أن نلتمس رضا الله ولا نبالي برضا الناس. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين، عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام.